السلام عليكم بنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اموركم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو تكونوا مزيانين هانيين مرتاحين. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم فيديو من هنايا. لقيتوني ان شاء الله غادي نمشي للايكيا، نمشي نفطروا تما مجموعين. المهم غنمشي ونفطروا تما. هضر، يلا هضر. السلام عليكم البنات، دعي مع ماما، ماشي دعوه في الصباح، بما انه الصباح الله ييسر امرنا كاملين. المريض الله يشافيه، امين يا رب العالمين، اللهم امين. امين يا ربي. هانتوما البنات، هي دعات معكم ماما، قلت لكم غادي نمشيو نفطروا تما مجموعين البنات، وغنمشي خاصه شي حاجه من ايكيا. صراحه عييت، كنقول من بعد حتى نتحول، ما بصراحه ما باغيه نشري حتى شي حاجه في هذه الدار هذه، لان كنقول حتى نتحول وناخذ كل شيء، يعني عارفين تكون دار جديده وكل شيء جديد، ولكن مازال ما كتبش. الله يسهل الامور، دعيو معايا البنات، يسهل علينا الله سبحانه وتعالى. الله الا اش غنقول لكم، عامين ديال الانتظار، الله ييسر الامور وصافي. والله عامين دازت بحال البرق. المهم قلت لكم غادي نمشي لايكيا، غناخذ شي حاجات من تما، نتمنى نلقى داكشي اللي بغيت. المهم انا رافقت الصباح بكري البنات، ديت ولدي للمدرسه ومشيت درت التيست باش نقدر ندخل المطعم ديال ايكيا. بالنسبه لايكيا البنات راح يحيدوا منا الباس سانيتير، الا كنتي غتدخلي غير تسخري راح يحيدوه، ولكن الا كنتي بغيتي تدخلي المطعم تما او ريستورون اللي تما في ايكيا فخصك ضروري يكون عندك الباس سانيتير. ايوا ومشيت درت التيست على الصباح، وعاد انا غاديه، ما عندنا ما نديرو، مازال ما درتش الفاكسان. المهم شكون فيكم البنات اللي دارت الفاكسان، وشكون اللي مقرر انها ديروش، وشكون اللي مقرر انها ما ديروش؟ المهم تخليو لي هادشي في لي كومونتير، نعرفكم حتى نتوما شنو دايرين في قراركم وصافي. المهم انا حاليا مازال ما درتوش، لا انا لا ولادي صراحه، الراجلين اللي داروا، انا مازال ما درت حتى شي حاجه. ايوا صافي. المهم هنا البنات قلت ضروري ندخل لكم هذا المقطع هذا في لا فيديو، لان كاين واحد العرض عامله تيرموميكس، واحد العرض اللي شغنقول لكم كلشي كان كيقلب عليه وكلشي كيبغيه، هو تقدري تخلصي على 20 مره بلا فوائد بلا والو، يعني كتجيك في الشهر هكا كتجيك تقريبا واحد لاصوم اللي قليله بزاف. فبزاف البنات اللي كانوا توصلوا معايا شحال هادي وبغاو يشريو بحال هاد العروض هادو، فقلت ضروري ندخل لكم هذا المقطع في الفيديو باش هكذا نقولها لكم هكا البنات اللي كانوا باغين يعرفوا، ولا البنات اللي باغين يعرفوا. فاللي بغات البنات تيرموميكس او اللي بغات تعرف عليها اي حاجه، غنخلي لكم نمره التليفون ديالي هنايا، تواصلوا معايا فيها في الواتساب ان شاء الله ويكون غير الخير. مهم العرض البنات راه ما بقاش فيه بزاف، غادي يسالي هذا الاسبوع هذا، فاللي كانت يعني بغات تيرموميكس او لا كتعرف شي حد اخر بغات تيرموميكس وبغاها بحال هذا العرض هذا اللي قليل ثم القليل فين كيديروه، راه شحال هادي راه اكثر من عام ما داروا بحال هذا العرض هذا. فمرحبا البنات، تواصلوا معايا هنايا ويكون غير الخير. كيف ما شفتوا معايا البنات بالنسبه للي كيك راهم عجبين في التيرموميكس، عرفتوا شحال من نوع ديال لي كيك؟ هانتوما انا كنطلع لكم راه اكثر من 1100 كيكه بالانواع والاشكال، فواحد الحاجه اللي كنشوفها عمليه. مهم اللي بغات شي حاجه تواصل معايا البنات. ايما بنات وصلنا لايكيا، عرفتوا عامره ماما اجي من هنا، ماما قلت لكم عامره ايكيا، عامره بنات والله الا الباركينغ عامر، ما لقيتش فين الباركينغ، باركيت شي شويه بعيد. مهم صافي ندخلوا ان شاء الله نتوما معايا. صراحه كتعجبني ايكيا، كنكون جايه لها كنحس بالنظام وكنحس بالتنظيم. انا باش جايه معايا قلت لكم كنحس بالتنظيم ملي كنكون جايه لايكيا، والله الا ايوا. مهم bien réveillé.
الريزل. المهم هنا انا جبتكم مباشره البلاصه اللي كنقول لكم دائما في ايكيا اللي كيكونوا حاطين فيها بزاف الحاجات اللي سولد يعني باثمنه كيف ما نقولوا البنات. بعض المرات كيكونوا خياليه والله الا كتكون شي حاجه بعض المرات اللي يعني بحال الا غير كتجيبيها وصافي بحال كتخلصي عليها غير الطاكسي وصافي. هادشي اللي كاين. المهم كما شفتوا معايا البنات راه لقيتهم حاطين بزاف الحاجات منهم هاد النجرات هادو اللي الثمن ديالهم كان 18 اورو. كاليتي ديالهم غزاله كانوا مقالي حتى هما الثمن ديالهم هانتوما كتشوفوا كان 10 رجعوهم بخمسة. هذه راه كبيره هذه بالنسبه للي كريب وكاينه وحده صغر منها هي اللي خديت انا. بالنسبه لهاد الساعات هادو حتى هما كانوا حاطين منهم واحد الكميه لا باس بها. كانوا حاطين هكا دي بلونت الحاجات هكا ديال الكوزينه الاغلبيه الحاجات ديال التنظيم. بالنسبه لهاد البلاصه هادي البنات راه كتقدروا تلقاو فيها هكا ماريوات كتقدروا تلقاو فيها هكا هذا الحامله ديال السبيبطات اللي كنحطوا فيها السبيبطات ديالنا. كتقدروا تلقاو فيها الزرابي هكا المويبلي ديال الحمامات عزكم الله. بالنسبه للمخاد الطبيصلات كيسان مرايات مهم كاع الحاجه اللي كتقدروا تشوفوا في ايكيا تقدروا تلقاوها هنايا. كاين حتى من هنا البنات من هاد الجهه هادي كنت خديت انا الكوزينه ديالي نهار كنت عاد جيت هنايا كنت خديتها بواحد الثمن اللي يعني ناقص بزاف بزاف. كانوا حاطينها حتى هي كيحطوا الماريوات هكا كما قلت لكم. المهم بزاف الحاجات بالنسبه لهاد البلاصه هادي كما قلت لكم البنات راها كتكون يعني دائما على الدور العام كيكونوا حاطين فيها هاد الهميزات بحال هكا. بالنسبه للحاجات اللي كتقدروا تلقاوهم هنايا البنات سواء كيكونوا حاجات اللي بغاو هكا يحيدوهم يعني بغاو يديروا لهم ليكيداسيون سواء حاجات اللي كيكونوا ديجا هما استعملوهم في الديكور هنايا يعني في ايكيا وصافي يعني بغاو يحيدوهم كيهبطوهم هنا وكيديروا لهم واحد الثمن اللي كيكون ناقص كيف ما قلت لكم. مهم كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كاينه هاد الجهه هادي اللي كيحطوا فيها ديكورات واواني والجهه الاخرى كيحطوا فيها هكا الغشاوات هكا ديال الكاما او ديال السرير ديال المخاد زربيات التريات بحال هكذا. مهم اي حاجه تقدروا تلقاوها هنا. وبالنسبه اللي كنتو باغيين شي حاجه معينه فخصكم هكا مره مره تمشيو تقدروا تلقاوها كما قلت لكم بواحد الثمن رمزي. سينو راه يعني ما كيحطوش شي حوايج اللي يعني تكوني غتمشي مثلا خصك طبله تمشي تاخدي طبله نيشان وتجي بحالك لا ف يعني تقدري تلقايها تقدري ما تلقايهاش. لقينا واحد الطبالي البنات حاطينهم ما كيناسبونيش انا لانني حتى انا كنت باغا طبيله واعرين البنات كيحمقوا العود ديال بصح عجبوني وكانوا منقصين فيهم اكثر من 50% صراحه فنين فنين ولكن للاسف يعني كما قلت لكم ما يمكن ليش ناخذهم دابا لان كانوا شي شويه كبار. هادو ديال السبيبطات هادو كيعجبوني حتى انا كنت خديت منهم وخديت منهم في هاد البلاصه هادي نيت كنت لقيتهم منقصين فيهم. كاينين هاد المنظمات هادو اللي حتى هما ثمنهم مناسب ديال اللوح او الخشب الثمن ديالهم كيكون شويه غالي الاصلي ولكن هما يعني كانوا حاطين بواحد الثمن مناسب. عجبني هاد البيت هذا بيض زعما هما مقادين على شكل بيض ماريوات حتى هما زوينين. هذا شفتوه فيه العلو الثمن ديالو 659. شوفوا عاملين فيه هاد اللعيبه هادي كتجي فنه كيشعل الظل داخل يعني كيبقى يبان لك الحويجات كيبقى يبان لك كلشي. شوف هاد المرايات هادو عندهم زوينين في ايكيا ثم الثمن ديالو 25 كيجيو مزيونين هكا في الدخيله ديال الباب فنين. هادو كيعجبوني انا جات كبيره وثمن حتى هي زوين 25 اورو راه مزيونه. المهم هذا كيجي هكا هادي راه ابارتمون مصوبين انا نصور عليكم يعني واخا تكون ابارتمون صغيره يعني كيعطيوك المسافات يعني
كيوريو كيفاش تستغلي المسافة في الدار. كاين هذا حتى هو زوين يعني استغلوا الحلو فيه. شفتوا بعتين صور لكم هنا، هذا زعما بيت نعاس، بيت الوليدات زعما، جات كاما فوق كاما مزيون صراحة. عاد عاملين لهم هادو مزيونين البنات، هادو كيعجبوني يعني لا بالنسبة للكتوبة ولا الألعاب ولا يعني كي كتقدري ديري فيهم كل شيء وكتختاري نتيا هذا اللي بغيتي الحجم اللي بغيتي. كاين هاد الصغير، كاين هذا، كاين موين. شوفوا هنا عاملين ماريو، عاملين هذا البيرو فين يقرا. عجبني بزاف هاد البيرو هذا صراحه مزيون. هنايا عاملين الحمام، لافابو، وهذه التصبين، على التصبين مكاينش لا دوش، نورمالمون كتكون واقيلا لا دوش هنا. مهم جا على هذا الشكل صراحه عجبني نتوما. حتى هاد المنظمات مزيونين هادو البنات هادو. وهنا طواليت هاد الدار، هاد البارطومون هادي واقيلا فيها 50، ولا كويزين جات على هاد الشكل مستغلين المسافه كامله. شفتو من بعد واش تبان لكم مزيونه. شفتو يعني عجبوني هاد الليد هادو اللي عاملين فوق فنين، شفتو عاطين واحد لاتوش غزال الكوزينه. وعاد كاينين هادو اللي كيداروا هنايا حتى هما يعني كيضويو هنايا كيجيو مزيونين. بالنسبة للصالون عاملينو هو هذا، دخلة الباب هي هاديك زعما، عاملين فاتية واحد بلاكار هنايا فين تحط الحويجات. والصالون عاملين هكا شي هاد التلفزيون. هنا في دخلة الباب عاملين هاد البلاكار هذا اللي يقدر يجمع كل شيء فين تقدروا تعلقوا الحويجات، صبيبطات، المونطويات زعما، وصبيبطات لتحت. وهذه زعما هي دخلة الباب. عاملين هاد سيباغاسيون هادي ديال ليطاجيغ، جات مزيونه يعني غتعطي واحد ليسباس لهاد لابارتمون هادي. وهنا زعما عاملين بحال واحد البالكون، شفتو حتى هو عاملين فيه هاد الشيء. الا بغيتو يعني تأوردينو فيه شي حاجه فين كنشرو الحويجات زعما، عاملين هاد الديكور هذا هنا، والطبيله وكراسه يعني كيفصلوا معاك لابارتمون كما بغيتي. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو هكا يكوموندي هكا في انترنت، فلا ريفيرونس ديالها هي هذه هانتوما. شفتوا سينو كاينين اخرين بحال هادو هانتوما كتشوفوا، اتمنى شويه زايدين ديالهم، مي انا ما بغيتش نشري شي حاجه اللي كما البنات انا ما بغيتش ناخذ شي حاجه اللي غاليه بزاف عاود، لان كما قلت لكم الا تحولت تقدر ما تجينيش فشي بلاصه يعني صافي غادي نحيد عليا. هادشي علاش كنشوف شي حاجه يعني اللي يقدروا يستعملوها، وفي نفس الوقت يعني الا كنت غنتحول ما جاتنيش فشي بلاصه يعني ما نكونش خسرت فيها بزاف الفلوس. هانتوما شفتوا هاد البلاصه عامره بلي بيبيوتيك، وكاين هنايا عاود نصور لكم كاين هاد النوع هذا حتى هو يجيو في الكحل، وكاينين هادو، وكاين هادو. هادي عجباتني صراحة شفتو عجباتني، الثمن ديالها كيجي 130 الأورو تقريبا، جاو فيها هادو مسدودين وجات يعني كبيرة يعني يقدروا يستعملوا فيها اللي بغاو. عاد كاين هادي كتجي مسدودة كاملة تقريبا، هادي حتى هي عجباتني، هادي كتجي تقريبا بحال الماريو بالبيبان. عجبني هاد البيرو هذا ب40 الاورو هذا غير بوحدو. عاد هادي كتجي بوحدها حتى هي ب50 الاورو صراحة مزيونة، البيرو ب40.
المهم ها وهبه لا توحشتوها هي فين هي شحال هادي ما شفتوها. جلست انا وياك قلت لها جي اختي مرحبا بك نفطروا انا وياك. قلت لها الكويزين ديالي واخا ماشي ستيل ديالي ولكن المهم اختي اتاي ولا قهيوه كاين علمه كاين علمه لا بغيتي الما كاين علمه اختي تستاهلي تستاهلي الكويسات عجبوني فنين وهذه راهي رخيصه البنات هذا لا كرف كرف هذه راه مزيونه شتو اورو 49 كانت عندي بحاله تهرسات لي وحنا جالسين كنرتاحوا عاد نكملوا ها نتوما شبيكه ها عجبني هذا الزليج هذا اللي دايرين هنايا كيلصق هذاك بحال بلاستيك زوين عجبني اه زوين داك حتى انا عندي بحالو عندي فيه البيض ولكن انا لاصق هذا راه واقيلا دايرينو جلي ولكن لا بلاكيات هكا كيلصقوا هذا جلي جلي شقاصح اه حيت كاينين بحالو بلاكيات كيلصقوا جلي الطبيله حتى هي مزيونه عندهم غير 29 اورو 30 كاين في الكحل وفي البيض كاينين هاد الكراسه فين جلسنا حنا هاد الكراسه هادو جبوني حتى هما ولكن جاوني شويه ماشي عمليين 7 الاورو كيتطواو هادو شفتو يعني الا بغيتي تحيديهم كتطويهم ما كياخذوش لي سباس بزاف هاد الكراسه باش زوينين هكا تخليهم عندك حتى في الدار احتياط الا جاو عندك الضياف ولا ياك وهيبه كتحلو ويتسدو حليها وهيبه صباح الخير حلي شتي زوينين غير هما ثمنهم رخيص اه البنات دابا ان شاء الله غنشارك معكم شنو خديت من ايكيا صراحه كانوا هميزات واعرين واعرين صراحه يعني مره مره الواحد يضرب دويره هكذا الا كنتم محتاجين شي حاجه راكم غادي نتلاقاوها تما طبعا المهم انا اول حاجه خديت هذه خديتها من البلاصه اللي شاركت معكم اللي كيكونوا فيها لي سولد هذه كيف ما كتعرفوا كتجي واحد المنظمه اللي صراحه عمليه بزاف 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 في كوزينه ولا ماشي غير في كوزينه في اي بلاصه بغيتوا تنظموها فكتعطيك مساحه في الخزانات بحال هكا المهم هذه الثمن ديالها الاصلي كيكون هو 5 الاورو ولكن انا خديتها ب 3 الاورو لقيت غير وحده وانا ناخذ اخرين بالثمن ديالهم الاصلي وخديت وحدين اخرين بالثمن ديالهم الاصلي خديت هادي كيجيو هكذا كيكونوا باقيين مسدودين يعني نتوما المهم نتوما كتسدوهم يعني كتحلوهم وكيجيو معاهم هاد الطرنيوس هادو وانتوما كتركبوهم فالثمن ديالهم هادو خديتهم 5 الاورو طبعا غير هادي اللي خديتها ب 3 الاورو هي اللي لقيت تما البنات راه الاغلبيه ديال المشتريات خديتهم من هذيك البلاصه اللي شاركت معكم اللي كتكون يعني البلاصه لتحت في ايكيا المهم حاجه اخرى اللي خديت واللي لقيت حتى هي فيها السولد هما هاد القريعات هادو كيجيو فنين يا البنات هادو لاي حاجه سواء العطريه سواء الا بغيتو المهم تخمروا شي حاجه او لا ترقدوا شي حاجه فهادو كينفعوا كينفعوا بزاف المهم لقينا فيهم واحد الكميه لا باس بها خديت منهم انا 7 د القريعات كنظن 7 الثمن ديالهم الاصلي هو 2 الاورو وانا خديتهم باورو صراحه الزاج ديالهم غزال وحتى السده ديالهم يعني تقدري ديري فيهم اي حاجه سواء الكونفيتير اي حاجه اي حاجه بغيتو تعلبوها حاجه اخرى اللي خديت هذه ما كانت في لي سولد هذه سريبتات هادو عجبوني عندهم فهادو الثمن ديالهم كيجي 2 الاورو 99 يعني 3 الاورو خديت جوج باكيات كيجيو فيهم 4 كل وحده كيجي فيها 4 اللوين فيهم زوين وحتى الكاليتي ديالهم يعني حاجه اخرى اللي خديت خديت هادو البنات هادو كيجيو منظمات غزالين غزالين ها نتوما راه كيجيو على هذا الشكل شفتوهم مهم هادو فنين بالنسبه لا سوا للحويجات بحال دابا انا بغيت نخبع بزاف الحويجات ديال الصيف وهذا فهادو كيجيو مزيونين يعني حتى المنطات حتى الصبانات يعني اي حاجه اي حاجه بغيتو تخزنوها فكيجيو عمليين كيجيو على هاد الشكل المهم انا كنفتح معاكم هادي باش تشوفوها وكتجي عندهم هكا سنيسله كيجيو مزيونين حتى في الخزانات هكا ملي كتحطوهم هكا فوق بعضيتهم ولا حدا بعضيتهم فكيعطي واحد المنظر اللي مزيان يعني ماشي كل حاجه في لون كل حاجه في شكل فهادو خديت منهم 4 البنات 4 يعني تقدروا كما قلت لكم ديروا فيهم هكا المنطات اولا صابانات اولا حتى الحويجات علاش لا الثمن ديالهم البنات كان هو 2 الاورو هذا هو الثمن ديالهم يعني رخاصين رخاصين
خديت هما هاد الفويطات هادو اللي كيجيو صغارين على هاد الشكل وكيجيو فيهم هادو باللوينات بلاتي انا غنفتحهم معاكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. المهم بالنسبه لهاد الفويطات كيجيو على هاد الشكل كيجيو يعني صغارين. المهم قلت لكم البنات كيجيو فيهم هكا اللوينات كل وحده باللون ديالها. هادو كنستعملهم للنظافه الشخصيه فكيجيو يعني مزيونين يعني ضروري. دابا غندير لهم واحد التصبينه يعني ماشي لان كما كتعرفوا الحاجه اللي كتكون نظافه شخصيه هكا ولا الملابس الداخليه ضروري ما تصبنوهم اول مره عاد تلبسوهم ماشي يعني نيشان لبسوهم. المهم هنا كيجيو فيهم اللوينات كما كتشوفوا باش كل واحد كيعقل على الفوطه ديالو اين هي وخا كيتصبنوا يعني كل واحد كيعقل على الفوطه ديالو. فكيجيو كثارين ما شاء الله والثمن ديالهم واقيلا 5 الاورو كيجيو واقيلا شي 8 ولا يعني ما عرفتش شحال من وحده كيجيو كيجيو 10 الفوطات ب 5 الاورو صراحه مزيونين. حاجه اخرى حتى هي اللي لقيتها في المهم هادشي اللي كامل اللي غنوريكم هادشي اللي فيه السولد البنات راه لقيتوه في ديك البلاصه اللي كيكونوا فيها لي سولد. لقيت هادي عجبتني بصراحه عند ايكيا الثمن ديالها كيكون 5 الاورو وانا خديتها بجوج الاورو كتجي مزيونه سواء في كوزينه سواء في الديكوراسيون في اي بلاصه. مهم عجبتني صراحه كانت عجباني عندهم من شحال هادي ولكن دابا ملي لقيت فيها السلطه في خديتها. هما هاد الطويسات هادو دزاج هادو كيحمقوا البنات كما كتشوفوا معايا الثمن ديالهم لقيتهم بواحد الثمن اللي خيالي. مهم الزاج ديالهم غزال انتم كتعرفوا هادو في ايكيا كيكون الثمن ديالهم شويه زايد وكيكون الثمن دهادي بوحدها ودهادي بوحدها مي انا لقيتهم بجوج بيهم 50 سنتيم البنات يعني رخاصين 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 بزاف كما كتشوفوا. هادو كنحتاجهم هكذا بزاف يعني في كوزينه يعني كنحتاجهم بزاف. المهم لقيت فيهم غير جوج وخديتهم جوج بهم باورو. حاجه اخرى حتى هي البنات اللي عجبتني هي هاد لوبول هذا صراحه هذا كيجي غزال بالنسبه للكريمه الا بغيتي تطلعي الكريمه اولا يعني كيعاونك يعني كتكوني بردتيه يعني كيبرد وكتعاد كديري فيه الكريمه ديالك كتخدميها فكيعاون الكريمه باش كتطلع بواحد السرعه وكتطلع واقفه. فالثمن ديالو الاصلي 6 الاورو الا بان لكم البنات وانا لقيته ب 3 الاورو يعني راه كبير مزيون. انا كانوا عاجبيني هادو النوع هادو اينوكس ناخذ منهم ملي لقيتو هكا فجبتو ما خليتوش. المهم هذا هو الحجم ديالو كيجي على هذا الشكل راه كبير شويه البنات. حاجه اخرى اللي لقيت حتى هي في ديك المكان طبعا كتقدروا تلقاو بزاف د الحاجات يعني اللي كل حاجه من جهه. المهم انت كتاخدي الحاجات اللي كيناسبوك. انا حتى انا لقيت بزاف د الحاجات لقيت المقالي لقيت راكم شفتوا معايا في الفيديو ولكن خديت الحاجات اللي محتاجاهم واللي كيناسبوني. هذه حتى هي ب 90 سنتيم هذه المنظمه هذه الحويجات هادو كيجيو مزيونين سوا هادي كتقدروا تنظموا بها حتى الادراج ديالكم اولا هكا الحقائب ديالكم الماليطات هكا السفر فمزيونين. هادو هادي لقيتها ب 90 سنتيم اللي لقيت في لي سولد هي هادي كدير 4 الاورو الثمن ديالها هاد الخشيبه هادي. المهم الثمن ديالها الاصلي كما شفتوا معايا 4 الاورو لكن انا خديتها بجوج الاورو حتى هي لقيت فيها السولد كانوا فيهم الاحجام هادو حتى الكبارين مي انا خديت غير هاد الصغيره. حاجه اخرى هما هاد البلاستيكات هادو اللي كيتسدوا ويتفتحوا طبعا فالثمن ديالهم الاصلي كيكون هو 4 الاورو هاد الحجم هذا وانا خديتها بجوج الاورو يعني ناقصين فيها 50% وخديت منهم حجم اخر اللي هو هذا خديته باورو الثمن ديالو الاصلي جوج الاورو انا خديته باورو يعني هاد الحجم كيجي شويه صغير. حاجه اخرى اللي خديت هما هاد الليد هادو اللي كيتستعملوا هكذا كتضويو بهم لداخل يعني في الخزانات ديالكم اولا في المجوره هكذا كيفما شفتوا معايا هذا راه عاملينه فواحد المجر كيجي على هذا الشكل. هذا الثمن ديالو 3 الاورو باش خديته البنات ما عرفتش الثمن ديالو الاصلي شحال كان ولكن ب 3 الاورو خديته يعني انا قلت يقدر يتستعمل حتى في وسط الخزانات هكذا ماشي غير المجوره ما عرفتش الاضاءه ديالو كيفاش دايره. المهم غادي تكون حاجه مزيانه طبعا كيجيو فيه هكا ماشي كيجي كامل هكا واحد البوله وحده زعما كيجيو فيه غير البولات بحال هذه وحده هنا وحده هنا اللي كيضوي يعني كيجيو فيه غير جويجات وما جمع ماشي كبير بزاف يعني صراحه. خديت واحد اخر من هذا الشكل الكبير او هذا النوع الكبير هذا هادو بصراحه خديته ب 19 اورو يعني في السولد يعني راه 19 اورو ولكن الثمن ديالو الاصلي راه 35 الاورو. كتجي كبيره هذه وكتعطي واحد الاضاءه اللي يعني مجهده كتجي هكا تحت البلاكارات باش كتضوي لك هكذا على سطح العمل وكتبع معهم واحد لاباري قد هكا اللي كتبقي تزيدي في الاضاءه واش بغيتيها يعني مجهده ولا قليله. هذيك ما كايناش معايا يعني خصني ناخذها
بوحدها. مهم خديتها هي ملي لقيتها. صراحة كنت باغيها، ماشي زعما يعني ماشي ما محتاجهاش، غير لقيتها اصلا كنت كنقلب عليها ولقيتها. راهم كاينين في الاحجام. مهم هاد الكبار بقاو، ولكن ما معهمش هاد الخيط، ديري لهم غير 15 اورو. هادو اللي معاهم الخيط ما ديري لهم 20 اورو. وعاد كاينين صغارين يعني صغار منهم، الثمن ديالهم حتى هما قيله 15 بالخيط بكلشي. وحاجه اخرى حتى هي اللي خديت هي هاد المقيلات هادو، صراحه عجبوني. خديت بعدا هادي اورو 50 الثمن ديالها. هادي حتى هي مزيونه، كتجيها كسوا البغرير سوا هكا لي بانكيك او لا المهم البيض، اي حاجه كتجي صغيره. هادي جات شويه خفيفه يعني ماشي ثقيله، ولكن ماشي ثقيله بحال هادي، مي هادي جات ثقيله ثقيله. هادي كاليتي ديالها احسن، ولكن هذه زايده شويه الثمن. الثمن ديالها الاصلي هو 7 الاورو، خديتها ب 4 الاورو. صراحه مزيونه هذه، هي ديال البغرير صراحه هي هذه. المهم راه كانوا بزاف ديال الاحجام ديال المقالي، راه كانوا في الانواع والاشكال والاحجام. مهم انا خديت غير هاد الجويجات هادو، هذه جات صغيره اكثر وهذه شويه. هادو هما اللي خديت. كما شفتوا معايا اثمنه كامله مناسبه في ديك البلاصه يعني في ايكيا. زعما الا كنتو محتاجين شي حاجه فمره مره مشيو وشوفوا تما، راه تقدروا تلقاوها باثمنه يعني ناقصه. صافي. حاجه اخرى هذه خديتها لحاجكم الحمام، الثمن ديالها رخيص يعني اورو. هادشي اللي كاين، هادشي اللي خديت انا من ايكيا. صراحه هاد الحويجات كنت باغياهم، ولكن ديكشي اللي كنت باغياهم مشيت عليه فما لقيتوش، لقيتو تسالا من ستوك. حاجه اخرى اللي خديت ما وريتهاش لكم، حاجه اخرى البنات، هما هاد الكراسه. مهم راني فتحتهم وفتحناهم يعني وركبتهم، كيجيو على هاد الشكل هذا. هادو خديت منهم 4 البنات. صراحه عمليين بزاف هادو، بغيتهم هكا غير الطبله هكا للوليدات يقراو عليهم حتى ان شاء الله نتحولوا. قلت لكم البنات انا اصلا خاصني طبيله هنا في الدار، فهاديك الشيء علاش مشيت النوع اللي بغيت انا يعني. ما بغيتش ناخذ شي حاجه فخمه فخمه يعني، بغيت ناخذ غير شي حاجه نقضي بها هكا حتى نتحولوا. كيف ما قلت لكم يعني عاد الواحد الا خدا شي حاجه يعني كل المكان ديالها والعبار ديالها هو هذاك. صافي. ولكن يعني ما لقيتهمش في ستوك للاسف، ولكن ان شاء الله حتى نرجع قالوا لي لا دات اللي غادي يكونوا يعني في ستوك. وكنت بغيت واحد البيبيوتيك ندير فهاد البلاصه هادي على حساب الوليدات، ولكن ما لقيتش داكشي اللي بغيت يعني صراحه اللي غيناسبني فهاد البلاصه ما لقيتش. لقيت حاجات اخرين بيبيوتيك يعني اللي كبارين وهذا، ولكن غاليين بزاف. انا ما كما قلت لكم باغيه شي حاجه اللي يكون ثمنها مناسب ونقضي بها على بيد ما نتحول وصافي. هادشي اللي كاين. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا البنات. غنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم وشكرا لمشاهده الفيديو حتى الاخر، وما تنساوناش من لايك كاتكم الى عجبكم الفيديو طبعا، ومن بارطاجيو لاشين البنات مع العائلات ديالكم والاصدقاء فضلا وليس امرا. غادي نقول لكم شكرا لمشاهده الفيديو حتى الاخر، وغنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في فيديو قادم. يلا البنات السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم وسكيره لكم.